انا كنت كتبت من شهر على منتدى بتاع القناة وحطيت صورة قوات النينجا الجزائرية، وقلت لكل متابعينا يا ريت تشاركونا الرأي، تفتكروا ايه هي قوات النينجا الجزائرية؟ النهاردة جه ميعادنا مع الفيديو ده، وجه ميعادنا نعرف ايه هي قوات النينجا الجزائرية. اختيار الناس تقدر تفكر فيهم ايه هي قوات النينجا الجزائريه، كتبت قوات الخاصه الجزائريه، كتبت فرقه الصعقه الجزائريه، كتبت رياضه الكسول الجزائري، رجال الدرك الوطني، كتبت كذا اختيار او كذا حاجه الناس تقدر تفكر او تقدر مثلا تقول ايه هي قوات النينجا الجزائريه. طبعا قبل ما اقول ايه هي قوات النينجا الجزائريه، لو تفتكروا زمان كان في مسلسل كرتوني اسمه سلاحف النينجا، وكنا كلنا واحنا اطفال صغيرين بنستناه بفارغ الصبر، وكنا مبهورين بالحركات اللي بيعملوها ابطال سلاحف النينجا، وطبعا كنا مبهورين بيهم عشان كل يوم بيعملوا لنا حركات جديده، وكل يوم بينفذوا مهمه جديده بشكل مختلف عن اليوم اللي قبله. انا من رايي الشخصي او من رايي المتواضع ان رياضه الكوكسول الجزائري هي قوات النينجا الجزائريه، وطبعا رياضه الكوكسول الجزائري عامله زي رياضه التايكوندو عندنا في مصر، ودي رياضة التشابك بالأيدي، وبتعتمد في المقام الأول على القوة البدنية للأفراد اللي بيمارسوا الرياضة ديت. خلينا بقى نشوف الكوكسول الجزائري وهم بيمارسوا تدريباتهم، ومدى قوتهم، ومدى قوة تحملهم، ومدى صلابتهم قدام التدريبات اللي هم بيتدربوها. سير الأمة بين أيديهم. حاجة روعة بجد يعني، حاجة. ويا له من مجد، ويا له من فخر، ويا لها من مسؤولية مقدسة قدسية جزائرنا الحبيبة. ذاتهم البدنية الفريدة يتقدمون بالخطوة السريعة الموزونة، مرددين شعار الصاعقة ليقدموا عرضا في فن الكوكسول والقتال المتلاحم. حاجة روعة بجد يعني، حاجة ما شاء الله عليك. شايفين الوحش ده؟ ده وحش يا جماعة، ضرب أربعة في ضربة واحدة، ما شاء الله عليه، حاجة بجد جامدة أوي. بص شايله كأنه شايل عصفورة. لا وإيه الرقم جسمه ده إزاي طار كده؟ إيه ده؟ يعني شوف أصلا يعني شوف طار إزاي يا جماعة؟ شوف طار إزاي؟ رغم جسمه ورغم تقل ده وطار ازاي على الراجل ضرب ضربه، ايه ده؟ حاجه خيال ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك بجد. دي حاجة زي ما أنا قلت كده يا جماعة، بتعتمد على القوة البدنية للأفراد اللي بيمارسوا الكوكسول الجزائري دي، لأن فعلا دي محتاجة قوة بدنية جامدة جدا، ومحتاجة قوة تحمل، مش أي حد يقدر يعمل كده. حاجة روعة بجد يعني، حاجة ما شاء الله عليك. Okay.
بجد يعني حاجة. على التحمل، هي حجر الزاوية للفرد المقاتل، ووفاء منهم لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار. ومع استعراض آخر بتشكيلة من أبناء الأكاديمية استعراض مهاراتهم في القتال المتلاحم وإظهارهم للقدرات البدنية التي يتمتعون بها، وذلك التناسق والانسجام الفكري والعضلي في أداء الحركات. إن رياضة كمال الأجسام هي خير تنمية لردود الأفعال السريعة للحالات الخاصة. دي حاجة زي ما قلت كده يا جماعة، بتعتمد على القوة البدنية للأفراد اللي بيمارسوا الكسور الجزائري دي، لأن فعلا دي محتاجة قوة بدنية جامدة جدا، محتاجة قوة تحمل، مش أي حد يقدر يعمل كده. يجمع بين الفنون القتالية القديمة قوتها، عنفها، أصالتها، والفكر القتالي الجديد. فهو لا يعتمد على القوة البدنية فحسب، بل على تقنيات عالية تصحبها القوة العضلية المطلوبة واللياقة البدنية العالية والقدرة على التحمل. ما شاء الله عليك. سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. ده وحش تاني بقى يا جماعة، ده وحش تاني غير الوحش اللي كان من شوية، هو زيه بس على أكبر شوية. ما شاء الله، بصوا بقى، ده وحش من نوع مختلف. ده محدش ياكل معاه، ده محدش ياكل معاه. ايه ده يا جماعه؟ ما شاء الله عليه، ده يشيل الواحد كانه شايل عصفوره. ايه ده؟ ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، قوه بدنيه رهيبه. مش هيعمل معاك الكلام ده خالص، مهما تعمل مش هيعمل معاه. وجابه ازاي وطرحه ارضا زي ما بيقولوا. ما شاء الله عليهم بجد. زي ما قلت لكم يا جماعه، دي اصلا رياضه تحتاج قوه بدنيه خاصه، مش اي حد يمارس الرياضه دي، لازم يكون قوته البدنيه عاليه جدا. شايفين التكوين الجسماني لكل واحد فيهم؟ شايفين اللي فاتح حوض ده؟ ما شاء الله عليهم بجد، ايه ده؟ حاجة خيال يا جماعة، ما شاء الله عليهم. أحبك يا جزائر، أنت الدم الذي يسري في عروقي. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. حاجة خيال يا جماعة، حاجة خيال بجد. طبيعي تعدي من فوق واحد؟ ده ايه ده؟ حاجة في منتهى الصعوبة، مين يتحمل عربية ولا يتحمل حجر فوق منه وبيتضرب كمان؟ ايه ده؟ ما شاء الله عليهم بجد يعني، اللهم الحسن، ربنا يحفظهم للجزائر.
الشباب إذا نما بطموحه جعل النجوم مواطئ الأقدام، والذين أرادوا إبراز مهاراتهم في القتال المتراحم. ما شاء الله عليهم بجد يعني. شايفين بقى هنا هو اصلا بيلعبوا ضغط، وهيجي يعدي من تحتهم خشبه وكلهم لازم يتحركوا، لازم كلهم ينطوا عشان يفادوا الخشبه دي. يعني حاجه بصراحه سبحان الله، بسم الله ما شاء الله عليهم يعني، بسم الله ما شاء الله عليهم. شفتوا يا جماعه ازاي قدروا يتحركوا كلهم حركه واحده في وقت واحد، هم كلهم كمجموعه او كفرقه مع بعض. زي ما قلت لكم يا جماعه دي بتتطلب قوه بدنيه خاصه، مش اي حد يقدر يمارس الرياضه دي، ان دي فعلا عايزه حد يكون قوي بدنيا وعنده قوه تحمل وعنده صلابه ان هو يقدر يتحمل حاجات زي اللي احنا بنشوفها دي. ما شاء الله عليهم اتجاه الهدف المعادي. شايفين برضه هم بينطوا ازاي وازاي اصلا بيعدوا من مكان لمكان. يعترضهم افراد من عنصر الاحتياط الذين يقومون بنصب الكمائن. وهنشوف بقى هنا اصلا ازاي بيقدروا يخترقوا مكان او يقدروا يخشوا جوه مبنى عشان خاطر يهاجموا. طبعا ده كله جزء تمثيل يعني، عشان يقدروا يسيطروا على المكان ده او يسيطروا على الناس اللي فيه. يشق أكثر من 1000 طالب ضابط عامل من أبناء الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين بالخطوة ما شاء الله على بنيانهم وما شاء الله على قوتهم وما شاء الله على يعني قوة تحملهم. بصراحة مش أي حد يقدر يعمل اللي هما بيعملوه. شايفين هنا إزاي بيعدوا عربية من فوق بطن واحد ومن فوق جسم واحد، حاجة إيه ده؟ حاجة خيال بجد يا جماعة. قد تتواصل التدريبات حتى ليلا. خيال بجد. جولة جديدة تبدأ الآن لتحديد الأقوى لكي يواصل مشواره داخل هذا المكان. بصوا هنا في المية ازاي اصلا الخاصة بيمارسوا رياضة المية في الضلمة. شايفين يا جماعة بيعملوا ايه؟ حاجة بجد محتاج تكرهنا اي حد. هنا بقى مثلا هو بيشيل حاجة جامدة جدا وفي نفس الوقت بيتضرب، يعني شايل وبيتضرب سبحان الله. شوف بيلعب ضغط ازاي؟ بيضربوهم وهم اصلا بيلعبوا ضغط، رغم ذلك اصلا كل تحملهم قد ايه وبرضه بيكملوا في نفس اللي هم بيعملوه. قوة بدنية رهيبة بصراحة. الوحوش بجد الوحوش. محدش يقدر يتحمل اللي هما بيتحملوه ده. التعب يسقط أمام الإرادة القوية والهدف المنشود الذي تركوا لأجله حياتهم المدنية. هنا إما تكون أو لا تكون. إن شاء الله عليك، ربنا يوفقك، ربنا يعينك. بعد ما شفتوا قوات النينجا الجزائرية أتمنى إن أنتوا تكتبوا لي في التعليقات رأيكم، هل فعلا كان رأيي صح إن أنا أختار الكوكسول الجزائري هو قوات النينجا الجزائرية ولا لأ؟ يا ريت تشاركونا الرأي في التعليقات، بحب دايما أسمع تعليقاتكم وبتعلم منها. أتمنى في نهاية الفيديو إن يكون الفيديو عجبكم، ولو أول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن القناة بإذن الله، وتعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.